حنرجع على السلايد اللي قبله من بعد إذنك. الإنكريتين هي عبارة عن مركبات بتنفرز من الأمعاء وخص الأمعاء البعيدة وبتحرض على إفراز الإنسولين. المركبات الإنكريتين عندي مركبين، جلوكوز لايك بيبتيد واحد مشابهاته، هلأ رح نشوف إنه حكينا عليه أول درس عن السكري، إنه كتير ممتاز بيخفف إفراغ المعدة، ببطئ ارتفاع السكر بشكل سريع بعد الوجبات، بيعطي إحساس بالشبع، فلذلك المرضى بينقص وزنهم. إذن مركبات الإنكريتين عندي مركبين، الجلوكوز لايك بيبتيد رقم واحد، وعندي الجاستريك إنهيبيتر بولي بيبتيد. هلأ المرضى السكريين وأخص النمط الثاني، النمط الأول تعرفوا شو قاليته بالدرجة الأولى، إنه ما في إنسولين أبداً. أما عند مرضى السكري النمط الثاني له عدة أسباب، من بيناتهم خلل بآلية إفراز مركبات الإنكريتين، وطالما أنه أي شغلة بنعرفها بالفيزيولوجيا المرضية نحن بالدواء بنستفيد منها، أنه بنلعب على هذا الوتر وبنصلح الاضطراب وبيرجع المريض نوعا ما لطبيعته. هلأ في عنا فكرة أنه إذا المريض أنا عطيته سكر بالوريد، جلوكوز بالوريد، وعطيته سكر فموي، أنو منه بيحرض على إفراز الإنسولين أكثر؟ تبين أنه الجلوكوز الفموي بيحرض استجابة لإفراز الإنسولين بمقدار 4 مرات مقارنة مع السيروم السكري اللي فيه جلوكوز. شو سبب هالتحريض أنه الطريق الفموي أحسن من الطريق الوريدي؟ لأنه المريض مجرد أكل، مجرد امتص السكر من الفم، تعرفوا مخاطية الفم هي فيها ممكن تمتص الجلوكوز وأخص السريع، ممكن تمتص في بعض الأدوية بتنعطى تحت لسان، إذا ببلش من هون، مجرد أنه المريض بلش يمضغ هذا بيؤدي لتحريض إفراز الإنسولين. عن طريق شو؟ إنه مجرد المريض مضغ بتنتج مركبات الإنكريتين، ما بيصير عنا تمعوجات بتبلش مجرد المريض أكل، وصلت أول للمعدة بتصير عندي الحركات التمعوجية الجهاز الهضمي، هي نفسها كمان بتؤدي لإفراز مركبات الإنكريتين وبتحرض على إفراز الإنسولين. هلا شو هي خصائص مركبات الإنكريتين؟ مركبات الإنكريتين إنه شو استطاع إنه بتحرض على إفراز الإنسولين من الجهاز، هي مركبات هي مثل الهرمونات تفرز من الأمعاء تحرض على إفراز الإنسولين. عندي مثل ما تذكروا مركبين، GLP-1 وفي عندي الجاستريك إنهيبيتر بولي بيبتايد. طيب هلا من وين بتفرز هاي مركبات الانكريتين؟ تفرز من خلايا ال، ما بتتذكروا بالنسج انه في عندي خلايا وحده اسمها جي وحده ال وحده كذا، كل وحده بتفرز شيء، عندي خلايا ال بتفرز مركبات الانكريتين من الامعاء الدقيقه البعيده والكولون. مجرد انه نحط الاكل بتم او لا او صار بلمعه الامعاء في اكل مغذيات بيتحرض افرازها، طبعا هي عمرها قصير وتستقلب سريعا، تتخرب بواسطة الدي بيبتيد بيبتيديل بيبتيداز 4. فلذلك أنه أنا هذول مركبات الإنكريتين بدي إياهم، بدي شيء يحرض على أفرازهم أو شيء يشبههم وما بدي حدا يخربهم. فلذلك في عنا هلأ دوين، الدواء الأولاني بيشبههم اللي هن مثل GLP-1 مشابهات له، لأنه كتير حبينا الإنكريتين ومركباته، والثاني بدنا شيء ما يخربون لهدول الإنكريتين اللي هن المثبطات الدي بيبتيل بيبتيداز 4. إذن على فكرة مو بس إنه أنا قلت لكم مجرد ما يتحط الأكل بتمه ومضغه بآلية عصبية ممكن إنه تنفرز من الخلايا إل بالقسم البعيد من الأمعاء بتحرض على إفراز مركبات الإنكريتين اللي على رأسها GLP-1. هلأ المركب جلوكوز
قلنا اسمه شو؟ جلوكوز لايك بيبتيد، جلوكوز لايك بيبتيد هذا المركب الانكريتين، عفوا جلوكاجون لايك بيبتيد. اي انا صحيح، لا لا اذا بترجع على سلايد رقم 6 اسمه جلوكوز لايك بيبتيد، يا اما بهذا اللي هون في خطا واللي قبله. هلا هي المحاضره اسمه طيب مشان نتفادى الخطا حنقول جي ال بي 1. هو بالمحاضرة الأولى بالفعل كان اسمه جلوكاجون لايك بيبتيد، هون مصرين على إنه يكتبوا جلوكوز. المهم هلأ إحنا من شان ما نتخربط حنقول GLP1 تمام. وفي عنا مركبات الإنكريتين GIP اللي هو Gastric Inhibitor Polypeptide، بس بالمحاضرة الأولى بالفعل كان اسمه جلوكاجون لايك بيبتيد اللي حكينا فيه عن الفيزيولوجيا المرضية. طيب هلا هذا ال GLP1 بيرتبط بمستقبلات نوعية ببنك بخلايا ألفا وبيتا بالبنكرياس، وحتى مو بس له كمان مستقبلات، حتى له مستقبلات على الدماغ مثل ما قلت لكم تعطي بشعور بالشبع المبكر. هلا بيحرض هذا ال GLP1 بيحرض إفراز الأنسولين، بيحرض على إفراز الإنسولين، وكذلك بيزيد تركيب الإنسولين بخلايا بيتا، بيبطئ الإفراغ المعدي، بينقص إفراز الجلوكاجون بشكل مباشر وغير مباشر. بالشكل المباشر بأنه بيأثر على خلايا ألفا بالبنكرياس وبيصبطها، بشكل غير مباشر عن طريق تحريض إفراز الإنسولين وتحريض إفراز السوماتوستاتين. قلنا بينقص الشهية وبيعزز من الشبع بآلية العلاقة بتحت المهاد، وبالتالي بيؤدي لنقص الوزن والشعور بالشبع المبكر. هدول المركبات الإنكريتين بنرجع بنركز إنه اللي بينفرزوا وقت المريض بمجرد ما ضغط أمه بلش بالأكل، بينما عن طريق الوريد ما بيتحرض إفرازه أبدا. خاصيات الجلوكاجون لايك بيبتيد 1 إنه على الدماغ، حنرجع نلخصهم، بنقص الشهية وبيزيد الإحساس بالشبع، بالقلب بيزيد نتاج القلب ويزيد من الحماية القلبية، على المعدة بيعطي إحساس الشبع المبكر، ما أكل لسه كوساية كوسايتين والله شبعت كل يا زلمة خلص والله ما عاد بدنا. هي شغلة كثير منيحة، بينما مثلا إذا ما في عنده الجي إل بي 1 ممكن إنه يأكل 40 كوساية ويقول هل من مزيد. البنكرياس بيزيد من تأثيرات الجلوكاجون لايك بيبتيد 1 على البنكرياس، بيزيد من تركيب وإفراز الأنسولين، بيثبط من إفراز الجلوكاجون، بيحسن من عمل خلايا بيتا، بنقص موتى الخلوي المبرمج الأبوبتوسيس، ويزيد تركيب الأنسولين فيها. مثل ما قلت لكم يعني يحيي العظام وهي رمي، كثير شغلة ممتازة. بنقص استحداث الجلوكوز في الكبد، بيخلي كمان إنه بيزيد قبض الجلوكوز في العضلات والنسيج الشحمي، يعني بيشتغل على السكر من كافة الجهات. هي تأثيراته بهذا الشكل. هلأ مين المرضى اللي لازم يعني نقول لهم يتعالجوا بالإنكريتين، بمركبات الإنكريتين؟ أول شيء المرضى اللي صار عنده نوع بنقص سكر خطيرة، لأنه من هذا الدواء ما بينقص السكر. المرضى البدينين ليش؟ منشان نخليهم يشبعوا بسرعة. المرضى اللي ما عم يتحملوا السلفونيليوريا والميتفورمين بنعطيهم هذا الدواء. إذا الخضاب الجلوكوزي ما وصل معنا بالأدوية الثانية الميتفورمين والسلفونيليوريا، ما وصل معنا الخضاب الجلوكوزي للهدف اللي نحن بدنا إياه، ممكن إنه نشاركهم بهدول الأدوية. طبعا هدول الأدوية كتير غاليين على فكرة، بينعطوا تحت الجلد. حتى هلأ
يعني عم يدرسوا مو بس لمرضى السكريين، حتى لمرضى اللي زايد وزنهم اللي عندهم بدانة عم يعطوهم اياه مشان يضبطولهم الوزن. هلا شو مضادات استطباب المعالجة بمشابهات الإنكريتين اللي هي الجلوكاجون لايك بيبتيد 1 مشابهاته؟ إذا في عنا التهاب بنكرياس حاد أو سوابق التهاب بنكرياس ممنوع، المرضى القصور الكلوي إنه يفضل ما يستعمل أو إذا بنستعمله بنستعمله بحذر، في عنا أحد المركبات من مشابهات الإنكريتين دواء اسمه ليراغلوتيد، هدلو هذا ما بينعطى ابدا اذا كان في عنا سرطان درق لبي او انه في قصه عائليه لسرطان الدرق اللبي، لانه سرطان الدرق اللبي بيجي بتقريبا بنسبه 80% من الحالات بيكون وراثي. وانا على فكره بعرف عائله ابدا كلياتهم في عندهم عقد بالدرق، وبنعمل لهم الكالسيتونين بيطلع عالي، رح نذكره ان شاء الله بس لنمرق على الدرق، وعندهم لانه عندهم موتيشن متوارثة، عندهم طفرة متوارثة بتؤدي لتطور سرطان درق لبي. إذا ما بينعطى لهدلول لهدلول الفئة من الناس ما بينعطى لهم هذا الدواء، لأنه أظهروا عند فئران التجربة إنه ساوت عندهم سرطان درق لبي، وحتى يعني من الناحية الدراسات على الإنسان إنه ممكن تزيد هذا السرطان. هلا الأدوية المتعلقة بالإنكريتين ذكرنا نوعين، واحدة مشابهات له، مشابهات الجلوكاجون لايك بيبتيد 1 ريسبتر مشابهات له، وفي عنا نوع تاني ما بيخليه يتخرب، مثبطات يلي بيخربه اللي هو دي بيبتيل بيبتيداز 4. هي الخميرة بتسرع من استقلاب وتخريب الانكريتين، وقت أنا بصبت هي الخميرة بيضل عايش عندي الإنكريتين لفترة أطول. هلأ إذا بدنا نحكي عن الجلوكاجون لايك بيبتيد ريسبتر أجنويست مشابهاته، أو بيقلدوا مقلد للجي ال بي 1، يعطى حقنا تحت الجلد نصف عمره طويل، بيشبه الإنكريتين لكن فترة حياته أطول. أهم مقلداته عنا دوين، الإكزيناتيد واللاريجالوتيد. قلنا ليراغلوتيد هاد ما بنعطيه لمرضى سرطان الدرق اللبي. هلا الإكزيناتيد اسمه التجاري بيتا، بينعطى مرتين باليوم لأن نصف عمره قصير. هلا عم يطوروا المركبات أطول عمرا، نعطيه لمرضى السكري نمط 2، ممكن نشاركه مع المجموعات اللي درسناها من قبل اللي هو السلفونيليوريا مثل الجليبيزيد والجليكلازيد والجليبينيكلاميد والميتفورمين والتيازولينيدون. إذا ممكن نشاركه مع الأدوية منخفض السكر الثانية. هو مماثل للجلوكاجون لايك بيبتيد 1، وبنفس الوقت بيقاوم للخميرة اللي بتخربه. ينقص الخضار الجلوكوزي بنسبة تقريبا نصف لواحد بالمئة بعد 6 شهور من العلاج. يعني إذا مريض خضار الجلوكوزي 8 خلال 6 شهور ممكن إنه يصير 7. بنقص الوزن بمعدل 5% خلال سنة. استطبابات المشابهات الجي ال بي 1 إنه يكون مريض البي ام اي عنده عالي أكثر من 35، وكلياتهم على فكرة عنده أخص النساء منهم عندهم مشاكل نفسية واجتماعية ناجمة عن البدانة. البدينات كلياتهم عندهم مشاكل نفسية فعلا، أحيانا يعني المشكلة ما بيرضوا يطلعوا على مناسبات، ما بيرضوا يطلعوا عند قرايبينهم مشان ما يقولوا لهم كلمات ندبة أو كذا تحت إطار الحكي. هلا أنت كمان استطباباته إذا كان خضاب الجلوكوزي فوق 7.5 بعد أنت بنعطيه، لأنه هو دواء غالي بنعطيه بعد استخدام الأدوية الرخيصة اللي هي الميتفورمين والسلفونيليوريا. تأثيراته الجانبية أحياناً إنه ما قلنا هو بيعطي أحداث شبع مبكر، أحياناً بنفس الوقت إنه المريض أكل شوية وهو عنده إحساس بالشبع عصبي بصير عنده غثيان وإقياء وممكن إسهال وآلام بطنية. إذا تأثيرات هضمية ممكن يترافق مع صداع، ممكن إنه يتحسس المريض منه ويتشكل له أضداد. مضادات استطبابه بالحمل بالقصور الكلوي والمريض اللي عنده خزل معدي معوي، لأنه زيد الخزل المعدي المعوي.
هلا الدواء الثاني قلنا اول واحد الاكزيتانيد، ثاني الليراجلوتيد. هذا نصف عمره اطول من هذاك، بينعطى مره واحده باليوم، هذاك بينعطى مرتين تحت الجلد. كمان هذا بيستخدم عند مرضى السكري نوع 2، اسمه التجاري فيكتوزا، كثير هلا مشهور هذا الفيكتوزا، لا يعطى في سرطان البرق اللبي. حكينا هدلينك مشابهات الجلوكاجون لايك بيبتيد 1. هلا عنا بدنا نحكي عن يلي ما بيخلوا يتخرب الانكريتين وبيعطوه عمر اطول، بدنا نثبت الدي بيبتيل بيبتيداز 4، فلذلك بيعيش الانكريتين اكثر. الجرعة يعطى عن طريق الفم وليس حقنا تحت الجلد، بينعطى طمويا بجرعة 50 أو 100 ميلي جرام. هلأ ما بتنعطى هدول الأدوية أثناء الحمل، والقصور الكلوي لازم نخفف الجرعة. أشهرها هو السيتاغليبتين، وفي عندي البيلداغليبتين، بس السيتاغليبتين أشهر. تأثيرات الجانبية لهدول الأدوية قلبية وعائية، ممكن أنه تعمل وزمة محيطية، ممكن أنه تسبب نقص سكر الدم، بينما الأولانية ما بتسبب نقص سكر الدم. مشابهات الجي ال بي 1 ممكن أنه تعمل تأثيرات هضمية، ممكن تعمل مشاكل آلام مفصلية والتهاب مفصل تنفسي، وممكن أنه تسبب مشاكل تنفسية، التهاب طرق تنفسية عليا بتزيد نسبة التهابات الطرق التنفسية والتهابات الحنجرة والتهاب البلعوم الأنفي. ممكن أنه تعمل صداع أو تحسس أو متلازمة ستيفن جونسون حتاخذوها بالجلدية. ما بتنعطى بالتهاب البنكرياس الحاد، ولا الجي ال بي 1 بتنعطى بالتهاب البنكرياس الحاد. هلا بدنا نقارن بين الجي ال بي 1 مقلداته وبين مثبطات الخميرة تبع الدي دي بي 4. الاثنين بيزودوا عمر الانكريتين. هلا قلنا الجي ال بي 1 مثل الفيكتوزا او الاكزاتينيد، هذا بينعطى حقنا تحت الجلد، بينما السيتاغليبتين اللي هو مثبط للخميره الدي بي بي 4 بينعطى فمويا. الاثنين بينعطوا مره واحده باليوم، ما عدا الاولاني الاكزاتينيد ممكن نعطيه مرتين باليوم. آلية عمله واحد بيشبه بيشابه الجي ال بي 1 ومن مش بيحرض على افراز الانكريتين. الثاني شو بيعمل؟ بيزيد اعمار الانكريتينات اللي هي الجلوكاجون لايك بيبتيد والجاستري انهيبيتر بولي بيبتيد. اذا واحد مثل ما قلنا بيطول بيقلد عمل الانكريتينات، والثاني بينقص تقويضهم اما بيزيد محتواهم بالدم. افرازهم للانسولين الجلوكاجون لايك بيبتيد افراز الانسولين اكثر، بالنسبه لتنقيص افراز الجلوكاجون الاثنين نفس الشيء. تاثيراتهم على افراغ المعده الاكثر هو الفيكتوزا، فلذلك بتعطي الشبع المبكر. تخفيض الخضاب الجلوكوزي عند مرضى اللي عم ياخذوا المقلدات الجي ال بي 1 اكثر، نقص الوزن عند هدول اكثر. بنقص الضغط، الادويه الجي ال بي 1 بتنقص الضغط لانه بتحسن عمل القلب. الاعراض الهضميه موجوده عند الاثنين. في أدوية أخرى مستخدمة للعلاج السكري، هلأ نحن حكينا إذا بتتذكروا عن خمس مجموعات، حنرجع نعيد: مجموعة البيجوانيد اللي فيه ميتفورمين، مجموعة السلفونيليوريا، تيازولينيدون اللي موجود بقلب البيوغليتازون، المجموعة الرابعة اللي بتخلي ينطرح السكر مع البول، مثبطات الصوديوم جلوكوز ترانسبورتينج، الفئة الخامسة هي المعالجة بالإنكريتينات. في أدوية تانية مثل البروموبريبتين اللي مستعمله بالبرولاكتينوما، آلية تأثيره هي آلية عصبية مركزية، يعني بتشتغل على تحت المهاد،
يعني دول أورليستات إذا حدا سمعان إنه بياخدوا لمرضى البداني بيصبت اللي بباز البنكرياسية والمعوية، فلذلك ما بيمتص الدسم والمريض بيصير عنده إسهال دهني، ما بيمتص الدسم للجسم أبداً، والجسم إذا بده دسم بيضطر إنه يستخدم الدسم اللي فيه. بيستخدم عند مرضى طبعاً النمط الثاني لحاله الدواء أو بالمشاركة مع أدوية السكر الثانية، والأورليستات بينقص الوزن. في عنا الدواء الثالث من مقلدات الإميلين يلي بتبطئ إفراغ المعدة وبتعطي الشبع المبكر، بينعطى تحت الجلد وبيصبت إفراز الجلوكاجون، هو اسمه الدواء البراميليتيد، ولا أدوية كتير بصراحة يعني معروفة. في عنا كمان من دوين الأدوية المو مشهورة لعلاج السكري، أو مثلا إنه نكون عم نعالج فيها للبرولاكتين وما بنلاقي المريض يتحسن سكره، أو ما عم نعالج ركودة صفراوية بالكوليستيرامين يعني مشظيات الأملاح الصفراوية، ممكن إنه المريض يتحسن سكره. مثل ما كاتبين هي زمرة جديدة، الكوليستيرامين هو زمرة جديدة غير موجودة بسوريا، موجودة بلبنان. بيصبت امتصاص الأملاح الصفراوية، بينقص استحداث السكر بالكبد هيك يفترض، وبيزيد إفراز الإنكريتينات. هلأ شو هي القواعد لاستخدام خافضات السكر الفموية؟ لسه ما حكينا نحن بالإنسولين أبداً، شو قواعد استخدام خافضات السكر الفموية؟ هلأ أول شيء إجانا مريض شخصنا له من جديد سكر وزنه مثلاً 80 كيلو، أول دواء منبلش فيه هو الميتفورمين. طبعاً بعد ما نشرح له المريض عن الحمية، الخط الأول هلأ ميتفورمين، كان سابقاً الخط الثاني سلفونيليوريا مثل الجلازيد ومثل اللي بيقولوا حارق سكر جلوبينيكلاميد وهالشلة، صارت هي خط ثالث. الخط الثاني صار هو إما الأدوية اللي بتطرح الجلوكوز بالبول، أو الأدوية يلي بتصبت الدي بي بي 4 اللي بتعيش الإنكريتينات أكتر. مصبطات الدي بي بي 4 مين مثال عليها؟ سيتاغليبتين. مصبطات الاس جي ال تي 2 مثل مين؟ مثل الإمباغليفولوزين. الخط الثالث سلفونيليوريا، الخط الرابع جليتازونات اللي هن بيوغليتازون. هلأ هي القواعد يعني للمريض وقت بدنا نحن نعالج سكري، هاي القواعد لازم تكون حاضرة ببالنا. هلأ أدوية السكر، في أدوية أقوى من أدوية، بس أغلب الأدوية ممكن تخفض الخضاب الجلوكوزي بحدود 1-2%. المشاركة بين الأدوية صحيح مو غلط أبداً، بحسن قدرة الأدوية، وما في دواء بيحل محل دواء، كل واحد بيشتغل المكان، واحد بيحسن عمل الإنسولين، واحد بيزيد إفراز الإنسولين، واحد ما بيخلي السكر يفوت على الجسم من الجهاز الهضمي، واحد إذا خلاه يفوت بيخليه ينطرح مع البول. هلأ كل مريض سبحان الله ليش اسمه الدكتور حكيم؟ لأنه بيختار الدواء المناسب للمريض المناسب. دائما منبلش بدواء واحد مع الحمية، المريض نشرح له عن الحمية، ومثل ما قلت لكم في مريض والله اجتني سكرة 300 مع الحمية والميتفورمين رجع سكرة للمية. في من الخطوط الحمراء انه ما بيصير تستخدم جلوستات اللي هو جلوبينيكلاميد مع جليكلازيد، ما هن الاثنين نفس الزمرة، ليش عم تستخدم اثنين سلفونيليوريا؟ اذا على اول دواء ما تحسن خلص معناها جرب بالثاني، جرب بآلية تانية. اذا لا يجب مشاركة دوائين من نفس الزمرة الدوائية، وانما تكون المشاركة بين ادوية من زوان مختلفة. مسموع الصوت يا شباب؟ يا دكتور اسمع. تمام. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا توقف المريض عنده عمل جراحي دائما بنوقف له الادويه الخافضه للسكر الفمويه وبنحط بداله انسولين. الانسولين هو الافضل عند العمل الجراحي او بحالات الشدات بشكل عام. الأدوية أثناء الحمل كلها بتتوقف ما عدا الإنسولين والميتفورمين، هدلولين ما بيتوقفوا. المسنين منخاف كتير عليهم من نوع بنقص السكر، فلذلك بنستخدم المركبات قصيرة العمر مثل مشو، إذا بتتذكروا مثل المرة الماضية الميني دياب
نوع سلفونيل يوريا عمره قصير إن هذا المفضل عند المسنين. هلأ مثلا مريض إجا إنه سكر ما عم ينضبط أبدا وضفت له زمرتين أو ثلاثة، هون ساعتها بضطر إنه بحط استخدم الإنسولين. المرضى بالسكر النمط الثاني البديلين الخيار الأول دائما ميتفوربين. هلأ دائما إنه وقت نحن باعتباراتنا وقت نختار الأدوية لمرضى السكري بدنا إنه يكون الدواء متوفر، لأنه بتعرفوا السكر مو مرض يوم ويومين، مرض العمر كله، لذلك لازم يكون المريض إنه بيقدر يجيبه دائما ثمن الدواء. إنه إذا مريض بدين لازم نعطيه أدوية بتنقص الوزن، مريض مو بدين بنعطيه أدوية بتأثر إيجابيا على الوزن، الإنسولين بيزيد الوزن، الميتفورمين والسيتاغليبتين والفيكتوزا بينقصوا الوزن. إذا مريض عم يتعرض لنوع نقص السكر لازم نحط له أدوية ما بتنقص السكر. إذا عندي مريض مسن وعنده نوع نقص السكر ما لازم نعطيه سلفونيل يوريا مديدة التأثير وطويلة المدى. مريض عنده التهابات تنفسية ما لازم أعطيه سيتاغليبتين لأنه قلنا بتزيد كتير إنتانات تنفسية بأي آلية بصراحة ما بعرف. وحتى الجليتازون متهم بأنه بزيادة الالتهابات التنفسية. مريض عنده زيادة وزن ما بعطيه، بحاول بعيد عن الإنسولين وعن السلفونيل يوريا لأنه بتزيد الوزن. مريض عنده سكري وقصور قلب ما بصير أعطيه جليتازون. ليش؟ لأنه تحبس الماء والملح وبتعطي تأثير سلبي على قصور القلب. على فكرة هدول كتير مهمين ورح يجيكم منهم أسئلة. الميتفورمين ما بينعطى عند مرضى قصور الأعضاء، سواء قصور كلوي، قصور قلب، قصور كبد، ما بيصير لأنه بيأهب لحماض لبن. دائما باختيار خافض السكر نعتمد على عمر داء السكري. إذا مريض عنده سكر عالي وما عم ينضبط وصار له 10 سنين والمريض عم ينحف، هذا شو أحسن دواء له؟ خلاص البنكرياس تعبت، ما عاد في عندهم خلايا بيتا، لازم أعطيه إنسولين. إذا عمر الداء السكري مهم، إذا صار له زمان بيكون البنكرياس تعب وغالبا إنه لازم نعطيه إنسولين. عمر المريض كمان، عمر المريض له دوره. المرضى الكبار بالعمر دائما بنحاول إنه نعطيهم أدوية بسيطة ما بتسبب نقص سكر، لأنه أحيانا بصير عندهم نقص سكر وهن ما بينتبهوا. الأمراض المرافقة، مرضى القصور الكلوي، القصور الكبدي، ما بنعطيهم ميتفورمين. مريض اللي عنده سرطان ما بنعطي سرطان درق، ما بنعطي الفيكتوزا. قلنا ضروري جدا كمان بالنسبة للوزن نعطي دواء إنه منيح، إنه إيجابي على الوزن ولا سلبي على الوزن حسب وزن المريض. إذا نحيف نعطي أدوية بتزيد الوزن، بدين نعطي أدوية بتخفض الوزن. وكلفة العلاج كتير ضرورية، يعني مثلا إنه نحن عايشين بالشمال المحرر، الخبزات ما عم يقدر يجيبهم المريض، والله بقول له أحسن دواء لك أنت الفيكتوزا. قدي حقه 1000 ليرة بتكفيك تقريبا مثلا 15 يوم، وهو ما معه من 1000 ليرة ليرة، طبعا 1000 ليرة تركي، ولا على الدولار بتكون تعرفوا صار حقه 1300. مواصفات الدواء المثالي لعلاج الداء السكري، ما عنده أعراض جانبية، على الوزن تأثيره جيد، إذا بده ينقصه بنقص الوزن، إذا بده يزود بزود الوزن، يقي من الاختلاطات الوعائية، استخدامه سهل ورخيص الثمن. هذا الدواء ما له موجود بالدنيا، موجود بالجنة، طبعا بالجنة لا سخط فيها ولا نكد ولا مرض، ما في داعي للأدوية كلها. شو هو استطباب الإنسولين بالنمط الثاني؟ طبعا بالنمط الأول استطباب مطلق، أي مريض سكر نمط أول إنسولين حصرا، بينما عند النقط الثاني لا، أول شيء منبلش بالأدوية. لكن إمتى بيكون مستطب؟ إذا فشلت الحمية والأدوية في ضبط السكر، إذا المريض عم ينزل وزنه بشكل متسارع معناها الإنسولين ما في عندي إنسولين، لازم أعطيه إنسولين. أثناء الحمل لازم المريض السكري النمط الثاني لازم أعطيه إنسولين. أثناء الجراحة والإمكانات الشديدة والمريض موجود بالعناية يفضل ما أعطيه خافضات سكر، يفضل أنه أعطيه إنسولين.
مرضى الحماض الخلوني عن مريض سكري نوع الثاني كمان بعطي انسولين، ما بعطي ادويه خافضه للسكر، وكذلك سبات فرط الحلوليه. هلا خلصنا من الادويه الخافضه للسكر، هلا بدنا نجي على الانسولين. الانسولين ما في منكم حدا الا بيعرفه. هلا عم يحكوا لنا لمحه تاريخيه عن الانسولين. طبعا الانسولين فعلا اجى منقذ لحياه كثير من البشر، يعني مثلا انه كان المريض السكري نمط اول خلص صار عنده السكر بيفوت من حماض بيطلع بالحماض، ما بيطلع من الحماض الا ميت. هلا الحمد لله انه المرضى بيفوتوا وبيطلعوا وما احلاهم. هلا كثير تطور الانسولين، هلا رح نحكي عن اشكاله. شوفوا بالصورة الأولانية أنه كان عنده جرة إنسولين، بعدين صار في عنا محاقن مدرجة وإبر رفيعة، بعدين صار عنا مضخة الإنسولين اللي حاططها الولد على خصره. هلأ مثل ما قلنا الإنسولين هو حجر الأساس بعلاج الداء السكري، وأخص عند السكري النمط أول. حتى انه عم يحكوا بهذا السلايد انه المرضى السكري انه نمط اول، يعني كان تشخيص هذا المرض له مميت، هلا لا صار الانسولين موجود، وحتى انه مراقبه السكر بالاجهزه التحليل الفوريه بالمنزل صار يعني متاح. حتى هي الاجهزه طوروها بشكل، اصلا هلا في شيء صار ما بيعتمد على الوخز، بس بتحط ايد اصبعتك بالأشعة تحت الحمراء بتعرف قديش في سكر بجسمك. سبحان الله، علم الإنسان ما لم يعلم. شو هي استطاعات إعطاء الإنسولين؟ قلنا عند مرضى النمط الأول كلهم، وعند مرضى النمط الثاني بحالات معينة، حمل، جراحة، عناية مشددة، نقص وزن شديد. هيك هلا في نص المرضى السكر النمط الثاني بعد 5 سنين ما عاد فينا مضبوط السكر، فلذلك ضروري يصير انه ننصحهم بالمعالجه بالانسولين. اذا في عندي استطبابات مطلقه للانسولين وفي عندي استطبابات مؤقته. الاستطبابات المطلقه السكر النمط اول، القصور الكلوي الشديد، فشل خافضات السكر الفمويه بضبط السكر النمط الثاني. الاستطبابات المؤقتة إلنا عندي الجراحة، الحمل، الإرضاع، بصراحة يعني لا ماله متفق عليه إنه مريضة طول فترة الإرضاع تاخد إنسولين. في حالات الإمتهانات الشديدة، نقص الوزن، حذكرناهم من شوية. هلأ تصنيف الإنسولين، كيف نصنف الإنسولين؟ حسب مصدره، حيواني، خنزيري، بقري، إنساني، مماثلات الإنسولين الصنعية. طبعا التغى الحيواني والإنساني، هلأ صار في عنا مماثلات الإنسولين الصنعية. حسب مدة تأثيرها، في عندي شيء سريع جدا، في عندي سريع، في عندي متوسط، وفي عندي مديد. وحسب المصنع اللي عم شكله. هلا في شركة نوفو، هي معروفة كتير، نوفو رابيد، نوفو كذا، هدول هي الشركة كتير مهتمة بإنتاج الإنسولينات. هلا إذا شي مرة أنتوا نزلتوا على المشفى سألوا عن أنواع الإنسولينات، في عنا نحن بمشفى المعبر، مشفى الهلال الأزرق، مشفى الشهيد وسيم معاز، في عنا 3 أنواع من هلأ صار في 4، الصيدلية موجود 2 وبالأجنحة في 2. هلأ في عندي السريع جدا ليسيبرو، هذا بيجي أقلم، هذا مظهره رائق، بينحقن تحت الجلد، بداية تأثيره 15 دقيقة، ذروة تأثيره ساعة. في عندي السريع، مو السريع جدا، السريع النظامي اسمه ريجولار. ثواني شوي، عبد الله وين جوالي؟ وين جوالي؟ السيب ايه. هلا
عم نحكي على أنواع الإنسولينات. في عنا السريع جدا اللي بيجي بشكل إقلام لسيبرو، في عنا السريع النظامي، وفي عنا المديد. واصل صوتي ما هيك يا شباب؟ شباب الصوت ايه دكتور، صوتك واضح، توكلنا على الله. هلا في عنا المتوسط او بيقولوا له الان بي اتش، هذا عكر، هو العكر. البقايا كلهم رائقين طبعا، الاخير الميك ستارد اذا بتسمعوا المزيج كمان، لانه في بقلب منه ان بي اتش بيصير عكر، واما باقي الانسولينات كل تحت الجلد ما عدا النظامي، ممكن انه اعطيه تحت الجلد، ممكن اعطيه عضلي، ممكن اعطيه بالوريد. المريض اللي حماد خلوني بحطوا له ضغط العنايات، بحطوا فيه انسولين سريع نظامي، وليس سريع جدا، سريع النظامي هيك اسمه، هذا بينعطى وريدي وتحت الجلد وبالعضل. بدايه تاثيره لا الانسولين النظامي بدايه تاثيره 30 دقيقه، بينما السريع جدا 15 دقيقه، ذروه تاثيره بعد 2 ل 4 ساعات. العكر مثل ما قلنا بينعطى تحت الجلد، بدايه تاثيره بعد ساعه ونص لساعتين ثلاثه، ذروه تاثيره 7 ساعات تقريبا. المديد مثل الجلارجين او الديتيمير يلي اسمه اللانتوس، هلا راح تسمعوا تصيروا فيهم كثير، هذا كمان رائق، بينعطى تحت الجلد وبداية تأثيره ساعة، إلا أنه لا يوجد ذروة تأثير. هلأ رح يبين معنا ليش، لأنه ما بينفرز بشكل ذروة، بينفرز بشكل بطيء من دون إحداث ذروات، لأنه هو عم يعالجنا الإنسولين القاعد بين الوجبات. بالأساس أنا ما عندي ذروة سكر لعالجة، لذلك بدنا دواء أنه يأثير السكر بين الوجبات، دائما يكون عم يحاول يخفضه الجلارجين. في عنا المزيج، المزيج هو عبارة عن دويين مع بعض اللي هو النظامي والام بي اتش، بمزجون بنسبة 70% ام بي اتش و 30% نظامي. هلأ عم يأكدوا على فكرة انه شو يلي عطال الانسولين، هذا سريع وهذا سريع جدا وهذا بطيء، مين انه حتى يعني شلون انه احنا عم نقول سريع، هو بس انه سرعة امتصاصه من تحت الجلد للدم، ومجرد وصل للدم كل الانسولينات مثل بعضها، فلذلك شو انه هو بيلعبوا على انه بسرعته بيلعبوا على دور قديش هو عم يمتص من تحت الجلد، سرعة امتصاصه من تحت الجلد ودخولها للدم، هي معناها سريع وسريع جدا وبطيء. إذن تكون هذه الاختلافات تكون بسرعة الامتصاص عبر الجلد، لكن حالما يصل الإنسولين إلى الدم فتصبح مدة تأثيره ذاتها في كل الأنواع. هلأ بدنا نحكي أنه اتفقنا أنه كلهم بينعطوا تحت الجلد إلا الإنسولين السريع النظامي، بينعطى بالأشكال الثلاثة، عضلي وريدي وتحت الجلد. هذا الإنسولين النظامي هذا ضروري جدا بالعنايات. ليش؟ وقت نحن محتاجين لضبط السكر بشكل يعني محكم وسريع، مثل مرضى الحماد الخلوني، المرضى اللي عندهم صدمة والدم ما عم يمشي بجسمهم مزبوط، فلذلك هذا لا يفترض أنه نعطيه تحت الجلد، لازم نعطيه بقلب شول دوران. وأما تحت الجلد بيكون في عنا تقبض وعائي عند مرضى الصدمة، ما بيمتص مزبوط. وبالمرضى أثناء الجراحة أو مرضى حول الجراحة قبل وبعد الجراحة كلها تنعطيهم إنسولين نظامي حصرا. طيب هلأ بدنا نحكي عن الجلارجين إنسولين، هذا يلي كنا اللي بيسموه اللانتوس، يلي إذا شفتوا مع المرضى لام فضية وفيها خط نفسجي، هي اسمها لانتوس، هي عبارة عن جلارجين إنسولين.
هو انسولين مديد التاثير. سووا تعديلات على الانسولين بحيث انه يصير مديد التاثير. وكيف هن بيلعبوا على الانسولينات الصنعيه؟ انه بيغيروا حمض اميني من هون حمض اميني من هون. هلا في سلايدين هيك الصراحه ما حقراهم لانه هن بصراحه يعني كيمياء حيويه للانسولينات. اذا كيف بيميزوا واحد عن واحد؟ واحد بيضيفوا له الجلوتامين بهذا الموضوع، واحد بيضيفوا له البروتامين، واحد كذا. عرفتوا كيف؟ المهم الجلارجين انسولين هذا ما له ذروه. ليش؟ لانه بده يغطي، هلا حيمرق معنا مخطط، حيغطي خلال 24 ساعه السكر بين الوجبات. ما في، اذا بده يساوي لنا ذروه بدنا نفوت بمشكله. ما في له ذروه الجلارجين. طيب خصائص الانسولين المستخدم للمعالجه. هلا الانسولينات الصنعيه اللي هلا نحن عم نعالج فيها المرضى، انه خصائص الانسولين هو ثابت بدرجه حراره الغرفه لشهر على الاقل، اكثر من شهر بيخرب. يفضل انه ما ينحط تحت الشمس ابدا لانه ضوء الشمس يخربه، وبيتخرب بدرجه فوق 30. لذلك المريض ما لازم يحفظه تحت حراره الشمس او بمكان شوب. تعرفوا اغلب المرضى بيحطوهم بالبراد باسفل درج بالبراد. حتى المرضى انه اللي عم نعطيه انسولين ما لازم نعطيه بالوسط القلوي بتنقص فعاليته. لذلك اذا في مرضى مثلا عم نعطيه سيرومات فيها بيكربونات الصوديوم يعني وسط قلوي، ما لازم نستعمله بهذا المحلول لانه بينقص من فعاليته. كذلك انه الكيس اللي فيه انسولين، كيس السيروم اللي فيه انسولين لازم ما نحط معه مواد تانية مثل حمض امينية او ادوية امينوفيلين دوبوتامين، هدول مقويات القلب، او الفينيتوئين مضاد الاختلاج. انه الكيس اللي بنحط احيانا نحن بنحط كيس سيروم سكري مثلا والمريض بنعطيه اماها، بنعطيه وبنفس الوقت مثلا انه عنده قصور قلب ما بدنا نعطيه صوديوم، شو بنعطيه سكري. بس بنفس الوقت شو بيقولوا له حارق انه بيحرقوه على اساس نعطيه انسولين. اذا وقت بنحط انسولين نحن السكر اللي حيفوت رح نعطيه معه انسولينات وبحس انه ما يخرب لنا سكر الجسم، وبنفس الوقت حنعطيه سائل، رح نعطيه ماء يعني رح نميهه للمريض، حنعطيه اماها. بهذا السيروم اللي حنحط فيه انسولين ما لازم نعطيه اي ادويه ثانيه، لانه اغلب الادويه الثانيه اما هي بيبطل مفعوله او الانسولين بيصير بيتخرب بوجود او بتنقص فعاليته بوجود مواد ثانيه. هلا طرق اعطائه حكينا انه كلياتهم بينعطوا تحت الجلد، ما عدا الانسولين النظام ممكن ينعطى بالعضل وممكن ينعطى بالوريد. كيف هلا اجى لعندي مريض سواء سكري نمط اول او سكري نمط ثاني، كيف بدي اعطيه جرعه الانسولين البدئيه؟ طبعا دائما انا بعطيه باقل جرعه ممكنه وبراقبه وبرفع، لانه من اخطر شيء انا اتوقع اقعد اقول والله يمكن هذا المريض بده 50 وحده وهيك، يعني انه خبطه عشواء. واذا المريض بيجي بنوبه نقص سكر خطيره سواء عند الطفل او قلنا عند المسنين. اذا كيف بنحسب جرعه البدء بالانسولين؟ طبعا هي كثير مهمه. هلا المرضى النمط الثاني بنعطيهم واحد بالعشاء لنص وحده على الكيلو، يعني وسطيا 0.3 وحده لكل كيلو بالجسم. يعني المريض مثلا وزنه لنفترض 90، 3 بالعشرة ضرب 90 قديش بيطلعوا؟ 18، 3 بـ9 27 وحده ميدا الانسولين المختلط. هلا مرضى النمط الاول هدول ما عندهم انسولين ابدا، فلذلك شو بدهم؟ نص لوحده على الكيلو. يعني مثلا نفترض طفل 20 كيلو، لازم اعطيه باليوم كاملا، لازم اعطيه ممكن انه بلش بنص وحده للكيلو، يعني بعطيه 10 وحدات بوزع له اياهم. هلا دائما التوزيع بنعطيه تلتين صباحا وتلت الجرعه مسائيه. ليش؟ لانه المريض خلال النهار هذا الوقت اللي عم ياكل فيه، هون بدي اعطيه جرعه اكبر. المساء لا، بنعطيه تلت الجرعه مسائيه. إذا الجرعات البدء كثير مهمة. هيك بنبلش، بس ممكن المريض إنه ما ينضبط جرعته، ما ينضبط سكر على هيك جرعات، لابد من إنه أنا أرفع جرعة الأنسولين حتى ينضبط السكر
السكر بحيث يصير إنه من الأهداف، يعني إنه يرجع سكره للهدف المنشود. البروتوكولات العلاجية وبرامج عطاء الإنسولين بالنسبة لمرضى النمط الأول، سابقاً كنا نعطيهم جرعة إنسولين مختلط، يعني ميكستار يلي فيها NBH والنظامي بنسبة 70-30. نعطيهم مثلاً نفترض المريض بده 30 وحدة، نعطيه 20 الصبح 10 المساء، أو أحياناً نعطيه إنه إنسولين متوسط أو مديد مثل اللانتوس نعطيه قبل النوم. لو نعطيه الإنسولين المتوسط قبل النوم بحيث إنه ما ينقص سكره بالليل، لأنه الناس كلها نايمة، احتمال المريض يضل ناقص سكره ساعتين وحدة ينتبه له، لذلك كثير منخاف من نوم نقص السكر بالليل، ما منحب نضبطه كثير، وأخص المريض نايم وما عم يأكل. إذن ممكن إنه نعطيه إنسولين متوسط قبل النوم، ومنعطيه قبل كل وجبة إنسولين سريع نظامي أو سريع جداً قبل كل وجبة، يعني ليسيبرو أو ريجولار النظام. هلأ بالنسبة للمرضى النمط الثاني، ممكن إنه نعطيهم إنسولين مديد مثل اللانتوس أو الجلارجين، هاي بنعطيها المساء، وبنعطي حبوب ضبط السكر مثلا مثل جليبينكلاميد أو بنعطيهم جليكلازيد الصبح. ممكن نعطي الإنسولين المختلط اللي هو NBH يعني متوسط زائد ريجولار، نعطيه قبل العشاء وبنعطيه حبوب الصبح. وممكن إذا المريض نعطيه مثلا إذا عنده قصور كلوي أو عنده جراحة بنعطيه إنسولين مختلط مرتين يوميا. هلا المريض كتير بيكره إنه مرضى النمط الثاني كتير بيكرهوا الإنسولين، بيقولوا لك إنه بيأثر بيعملوا لك فيه 100 علة، فلذلك إنه إذا مضطرين لضبط السكر ممكن إنه نعطيهم جرعة وحيدة من الإنسولين بنها، إما مثل ما مرق معنا إما نعطيه الإنسولين قبل العشاء أو إنسولين مديد مساء، ونعطيه بنشاركه مع خافضات السكر الفموية. نظام الحقنتين دائما الجرعة المحسوبة كلها بنقسمها تلتين الصبح وتلت المساء. هلأ نظام الحقن المتكررة مرة قالوا إنه هو بصراحة الأفضل، إنه بنعطي نحن اللانتوس المديد اللي بيغطي 24 ساعة بين الوجبات بنعطيه المساء، والمريض قبل ما يأكل أي وجبة مباشرة بيجيب الإنسولين السريع جدا اللي هي أقلام الليزيبرو، وبياخد من الإنسولين السريع قبل الوجبة، قبل الوجبة مباشرة أو بعشر دقائق. هلأ دائما هذا الكلام قابل للتعديل حسب مراقبات المريض. في عنا مرضى إنه بس ما موجودة بصراحة بسوريا، حتى بتركيا ما موجودة موضوع المضخات، إنه بيحطوا المريض بيحط بيعبي الخزان تبع المضخة إنسولين، وهي المضخة وبيبرمجها إنه خلال النهار قديش تعطيه، وعند الوجبات بيعطوا بولوس يعني دفقة قبل الوجبات. هلأ برامج الإعطاء مثل ما قلنا قديما كان إنه الصبح بيعطوا مختلط اللي هو النظامي مع الـ NBH صباحا ومساء. هلأ حديثا إنه صاروا مثل ما قلت لكم يعطون قبل النوم اللانتوس، وقبل الوجبة مباشرة أو تقريبا بعشر دقائق بيعطوه وجبة بيعطوه الإنسولين السريع جدا اللي هو الليسيبرو. بس شو مشكلته هاد؟ إنه المريض إذا أكل ثلاث وجبات رح نشكه ثلاث شكات، وفي عنده الشكة المسائية اللي ما لها علاقة بالأكل هذا الإنسولين المديد، صاروا أربع شكات باليوم، وهدلون المرضى عموما بدهم مراقبة سكر أكثر من غيرهم، يعني رح ينشكوا باليوم مثلا إذا كان ودكتورهم موسواس والمرضى موسوسين ممكن إنه نشكوا للتحليل 8 مرات وأربع مرات، يعني تصور وأخص الأطفال إنه بدك تشكوا باليوم 12 شكة، وعلى كل شكة بده يضل نص ساعة عميق، يعني أحيانا كثير هي مشكلة كبيرة.
هلا بالنسبة للإنسولين السريع اللي هو الريجولار، هذا بينعطى قبل الأكل بعشر دقائق، بينما الإنسولينات السريعة جدا مثل اللي سيبرو إنه ممكن تنعطى مباشرة قبل الطعام، لأنه هي المريض مو رح يأكل ويرتفع سكره بسرعة، وهن بدهم يقلدوا هالسرعة بيعطوا سكر إنسولين سريع جدا اللي هو اللي سيبرو. أما إذا كان عم يأخذ الإنسولين السريع النظامي الريجولار بياخده قبل الأكل بعشر دقائق، لأنه الذروة بدها عشر دقائق لتصير. هلأ بين الوجبات مين اللي بدي يأثر؟ هلأ بين الوجبات كمان السكر حيكون عالي، مين رح يشتغل عليه؟ رح يشتغل عليه الإنسولين المديد اللي هو اللهم صلي على النبي، الجلارجين أو اللانتوس. هلأ رح نرجع نلخص هالحكي كله، إنه في سابقا كان في عنا ما في عنا إنسولينات لا مديدة، مديدة على اللانتوس، وما كان في عنا إنسولينات سريعة جدا. من قبل كان بس في مختلط اللي اسمه المزيج، اسمه ميكستارد، إنسولين ميكستارد اللي هو ممزوج 70-30، وهذا بيكون عكر، كانوا يعطوا قبل الفطور مثلا قبل العشاء، الفطور الساعة 8 العشاء الساعة 8، بيعطوا قبل الفطور تلتين الجرعة على نفطر 20 وحدة وعشر وحدات قبل العشاء. طبعا لازم يكون قبل العشاء تقريبا بربع ساعة منشان تبلش ذروته مع ذروة ارتفاع السكر عند المريض. بينما حديثا ورغم انه بيقولوا انه هذا جيد، هذا النظام مو سيء ابدا، بس هلا قالوا انه خلينا نقلد فيزيولوجية الانسان الطبيعية بالمية، انه المريض بين الوجبات بيكون الانسولين عنده عم ينفرز بشكل قاعدي بشكل بسيط، هذا نحن بنعطيه انسولين مديد مثل لانتوس، نعطيه المساء انه بتلعب على السكر بين الوجبات ان شاء الله، يعني انه دائما السكر بدل ما يكون 150 170 بين مثلا 200 بين الوجبات بننزله لل 140. وبالنسبه للمريض وقت بده ياكل اكيد حيصير ذروه بارتفاع السكر، انا كمان هون بعطيه دفقه من الانسولين السريع جدا اللي هو اللي سيبرو. بصير المريض قبل ما يبلش بالاكل مباشره بياخذ هو عم يقول بسم الله للاكل، بياخذ جرعه الانسولين السريع، بينما البديل مين مغطي اللي اخذها امبارح بالليل اللانتوس هي اللي راح تغطي الانسولين القاعدي بين الوجبات. هلا احيانا حتى نظام الجرعات بيختلف من مريض لمريض، مثلا في مرضى لنفترض انه بيناموا بنهار وبيفيقوا بالليل، مثلا هيك شغلهم شغل مناوبات، هدول بصراحه بدنا نقلب لهم، بدها تصير تلتين الجرعه المساء تلت الجرعه الصبح. هلا مثلا المرضى، في مرضى بياكلوا وجبه واحده، في مرضى بياكلوا وجبتين، لازم نكون نحن مرنين ونتكيف نوعا ما مع المرضى مع حياه المريض. هلا مثل ما عم يقولوا انه حسب طبيعه وثقافه المرضى، انه المرضى الصينيين ما عندهم مشكلة إنه يأكلوا وجبات متعددة، مرة بيأكلوا خنافس ومرة بيأكلوا فار ومرة بيأكلوا جردين، كل ساعتين ثلاثة ما عندهم في مشكلة أبدا، وقد ما وخستهم مخنزرين أو شو بيقولوا متمسحين ما بتفرق معهم. أما مثلا مرضانا بسوريا كتير مثلا إنه ما بيحبوا الوجبات المتعددة، وخاص إذا كانوا يعني بمناطق محاصرة مو بس ما بيحبوا محرومين منها، وما كتير بيحبوا إنه يلا على الطلعة والنازلة عم يحللوا عم ياخدوا إبر كتير، لذلك ممكن إنه إذا ما يتسكر وبيمشي حاله مع الإنسولين مع الخافضات السكر الفموية يفضل إنه تعطيه جرعة وحيدة. إذا كل الطرق تؤدي إلى روما، ما هيك بيقولوا؟ أي طريقة صحيحة بتوصل لضغط سكر نحنا معها بالمية مية. مبادئ الإعطاء حيرجعوا يعيدوا نفس القصة، إنه الإنسولين القاعدي هاي الجرعة بياخدوها المساء الساعة 10 وبيعايروا سكر الدم الصبح،
من أنواع الأنسولينات القاعدية ممكن نستخدم المتوسط اللي هو الـ NBH، ممكن نستخدم الجلارجين أو الديتيمير. دائما بنبلش جرعة البداية بعشر وحدات وبنرفعها إذا المريض ما تحسن. بنرفع الجرعات بمقدار وحدتين، ثلاث وحدات، أربع وحدات كل ثلاث أيام تبعا لمراقبات سكر المريض. هلا شوفوا سكر الدم الصباحي هو مرآة الأنسولين المسائي، إنه هل الأنسولين المسائي اللي أخده هيك ظابط؟ لأنه بتعرفوا وقت أخذنا إنه مدة تأثيرهم ست ساعات مثلا الـ NBH لنفترض، مع إذا كان عم ياخد مختلط، إذا كانت الجرعة المسائية منيحة هيطلع سكر الصبح منيح، وإذا كان المريض جرعته الصباحية منيحة هيكون سكر المساء كمان جيد. هلا بالنسبة للدفقات اللي هي إنه بتنعطى قبل الوجبة مباشرة، جرعة الإنسولين ممكن نبلش بأربعة خمسة ست وحدات قبل الأكل مباشرة. هلا ممكن إنه نغيره، ممكن نزودها إذا المريض والله إنه حاسس إنه الأكلة اللي حياكلها بصراحة فيها حلويات فيها سكر كتير، ممكن إنه يرفع الجرعة، ولا لا إنه هو حياكل أكلة عادية بس يقوم يسبح فترة طويلة بده شو يخفف الجرعة، أو يأكل وجبة إضافية مثل ما بتذكروا المرة الماضية. كل ثلاثة أيام مثل هنيك بنرفع الجرعة وحدتين أو ثلاث وحدات كل ثلاثة أيام طبعا تبعا لمراقبات المريض حتى نصل للسكر الهدف. هلا شوفوا لي هذا الشكل مستويات الإنسولين في البلازما ومفهوم الإنسولين القاعدي، شوفوا لنا يا هاد كتير مهم. هلا اللي باللون الأسود هذا السريع جدا اللي هن الأسبارتات واللي سيبرو والجلوغلايزين، هدول شو؟ هدول إنسولينات سريعة جدا، يعني تبدأ عملها مباشرة وزروتها خلال عشر دقائق. الأزرق هو الريجولار اللي حكينا عليه اللي نستخدمه بالعنايات بالعمليات، هو نستخدم الريجولار. هذا تقريبا ذروة تأثيره لنا بتبدأ تأثيره بعد 30 دقيقة، أحيانا بيقول بعد 10 دقائق بس بالجدول كتبوا 30 دقيقة، وممكن إنه يستمر تأثيره لست لثمان ساعات. عنا الـ NBH اللي لونه موف، ذروة تأثيره تقريبا بعد ست ساعات. الديتيمير كمان هو بطيء بس أبطأ شوي من الـ NBH، يعني بحيث تكون ذروة تأثيره بس بعد 12 ساعة. في عندي الكلارجين اللي لونه أحمر، انتبهوا لي إنه هذا ما عنده ذروة أبداً. هلأ اللي سيبرو إنسولين سريع جداً، الريجولار نظامي، الـ NBH هو إنسولين مع بروتامين بصير متوسط التأثير أو بطيء بيقولوا له. الديتيمير هو إنسولين بطيء وبينعطى مرتين باليوم، ذروة تأثيره بعد 10 ساعات. الجلارجين هو شو؟ ما له ذروة أبداً، هي كتير مهمة إنه بيغطي الإنسولين القاعدي. هلأ إضافة الحموض الأمينية إلى الإنسولين هي اللي بتغير بطريقة امتصاصه، وإنه من ليش منسميه سريع وليش منسميه بطيء. وسائط الحقن، هلأ حننتقل للسلايد 48، مثل ما قلت لهم كانت لينك ما مهمين أبدا. وسائط الحقن عندي محاقن، المحاقن بكل واحدة 900 ميلي، واحد ميلي مدرجة من الواحد للمية. هلأ إذا كانت فيها 10 20 30 40 للمية، هي بكل تدريجة صغيرة بتعادل وحدة إنسولين واحدة. بينما إذا كانت أحيانا بيجينا بس بطلوا طبعا إنه بتكون الترقيمات 3 5 10 15 50، هي كل تدريجة ناعمة هي عبارة عن وحدتين. طبعا هدول المحاقن ادمو تبع المية هي إنه كل تدريجة صغيرة بتعادل وحدة. فلذلك مثلا إذا المريض قلت له بدي أعطيك 30 وحدة، هو بي مكتوب 10 20 30 بياخذ لعند 30 وحده وبيحقنه. بينما اذا كان عندي من المحاقن الثانيه قديش لازم ياخذ؟ لازم عند ال 15 بوحدتين صاروا 30. اي مثل ما عم قلكم هذول التدريجات القديمه تبع الخمسه بصراحه بطلت. هلا اللي صار دارج جدا هي الاقلام، لأنه الأقلام ما بيصير إنه بدك تعبي أنت الإنسولين تعباية،
لأ بتصير الألم أكيد إنه كتير ممكن شافون إنه بنهايته في بيبري بري حتى يصير على الرقم مثلا على رقم 30 وبيكبسها مثل الألم الكباس وبينزل الإنسولين. والإبرة فيه ناعمة جدا أنعم لسه من تبعات المحاقن. مضخات الإنسولين ما لها موجودة بسوريا، موجودة بدبي مثل ما قلت لكم. في قسم منها متطور جدا إنه بيحط مثل ما قلت لكم بقلب بقلب المخزن إنسولين، قد يحط حتى نوعين من الإنسولين، إنه إنسولين القاعدي، وبيحط دفقات من الإنسولين السريع جدا قبل كل وجبة. يعني المي بس بيكبس كبسة مثلاً إنه بيكون ماشي الإنسولين على مهله، يعني عم يعطي الإنسولين مثلاً القاعدي. بيكبس وقت بده يأكل بيكبس كبسة بتعطي دفقة من الإنسولين. هلأ عم يقولوا إنه هلأ صار في عنا مضخات ذكية جداً جداً، إنه لا بحس إنه المريض ما بيعمل لأي شيء، هي بتراقب السكر وقت المريض بتعرفه إنه أكل وارتفع السكر شوي بتعطيه دفقة. يعني سبحان الله بيسموه البنكرياس الصناعي. هلأ لازم المريض قبل ما نكتب له الإنسولين، ما بيصير نعطي إنسولين أبداً قبل ما نسخفه حول الإنسولين، إنه كيف ياخده وين ياخده وين يحفظه وشو يعمل وينتبه لنقص السكر. هي الشغلات واجب على كل طبيب هيكتب لمريضه إنسولين. الإنسولين مو دواء بينكتب ويلا مرتين باليوم روح، قديش الوحدات وين أخده وكذا بيشرح لك الصيدلي، ما بيصير الصيدلي يشرح له. أنا بدي سقفه للمريض حول الإنسولين وأنا أعطيه الجرعات الأولية. ضروري جدا جدا أنه نسقف المريض حول الإنسولين. أول شيء أنه بدنا نعطيه، لازم نعمل استشارة تغذية أنه يأكل ثلاث وجبات أساسية وبيناتهم وجبات صغيرة، والوجبات بدها تكون قليلة السكاكر البسيطة غنية بالألياف والخضروات. لازم نعلم المريض وين في يحقن الإنسولين. هلأ رح تبين معنا بالأشكال أنه وين الأماكن المفضلة باليدين والساق والبطن والفخذين. تسقيف المريض عن أنواع الإنسولين وكيفية حفظه. مرة مريضة إجت أنه كاتبين للإنسولين ما شارحين اللي عليه، دائما سكرة بالليل بتفيق سكرة 30 وعم ترجف رجف، وأحيانا بيضطروا ياخذوه على المشفى. قلت لها يا خالي أنت شو عم تاخذين؟ طلعت عم تاخذ السريع يعني اللانتوس عم تاخده قبل الوجبات، وعم تاخد جرعة كبيرة من الإنسولين السريع قبل النوم. هي مخرطة مخرطة بالأقلام. إذن تسقيف المريض عن وسائل حقن الإنسولين، وإنه لازم الإنسولين وين يحفظه بالبراد، وما لازم يشوف الشمس، وما لازم يكون في شوب كتير. هلأ في فكرة أنه الإنسولين هو واسطة مساعدة لضبط الداء السكري وليس هو الشافي، أنه الشافي أنه خلاص عطيت جرعة من الدواء شفي المريض رجع طبيعي. بتعرفوا الإنسولين لا، أنه يومي يومي أعطائه. لازم أي مريض عم يأخذ إنسولين لازم يكون عنده جهاز سكر يراقب سكره فيه. هلا بالنسبة للمريض السكري النوع الثاني المستقر، في راقب سكره مرة باليوم، مرة على الريق، ومرة بعد الأكل بساعتين. أما السكري نمط أول يلي هلأ مشخص له جديد يعني يعتبر غير مستقر، هذا لازم نحلله 8 مرات قبل كل وجبة وبعد كل وجبة بساعتين حتى نركز له سكره مظبوط. وإذا أكل يعني إذا أكل 4 وجبات أبدا 8 مرات بدنا نحلله. حفظ الإنسولين لازم ينحفظ ما بحرارة 4 وليس بحرارة عالية، ما بيصير ينحط بالفريزة يعني بدرجة 0 أو ما تحت، وما لازم ينحط بدرجة حرارة شوب فيها 30 بينتزع. لازم يكون بعيدا عن ضوء الشمس لأنه بيتخرب. هلأ مواضع حقن الإنسولين بالسلايد 53، شوفوا وين أماكن الحقن. حول السرة وبالذراعين وبالفخذين، باينين معكم بالأشكال. هلأ أي جزء من الجسم مغطى بجلد رخو
يكون صالح. إذا عندي البطن جانب السرة والذراعين والفخذين والخاصرتين وأعلى الإليتين ممكن إنه نحقن فيهم الإنسولين. يجب تغيير مواضع الحقن باستمرار. ليش؟ لأنه إذا المي يضل ياخد بإيده، هلأ ما هو يميني عم ياخدها دائما بإيده اليسار، هو ما بيسترجع ياخد ببطنه، دائما عم ياخدها بإيده اليسار. إجانا إنه والله أنا سكري عم باخد إنسولين وسكري دائما عالي، ليش حجي أنت وين عم تحقنها؟ أو مثلا الطفل وين عم يحقنه الدواء؟ عم يحقنه بإيده اليسار، صار له مثلا سنتين. بصراحة هذا المكان تلية أو صار فيه ضخامة شحمية، ما عدت تمتص الإنسولين بشكل ضابط أبدا. فلذلك يجب كل أسبوعين تغيير المكان يلي عم يحقنه فيه الإنسولين. هلأ أحسن مكان هو الذراع، بعدين منحول على البطن وممكن الساق. عن طلاب المدارس لأنه بدهم يكتبوا بإيدهم كتير وبدهم وبيشيطنوا كتير، الأفضل أنه ينعطى بالبطن عشان ما يسرع امتصاصه، وبنفس الوقت أنه يتعرض لنوبة نقص سكر. بالنسبة بالبطن لازم يكون بعيد عن السرة 5 سنتي. ما بيصير نحمل الإنسولين ونرجه نرجه نرجه مثل ما منرج مثلا الأنتيبيوتيك. في كتير من الأدوية بدها تدحرج دحرجة وبشكل بطيء ومنه الإنسولين، مشان ما تتكسر باللورات الإنسولين لازم ندحرجه دحرجة بسيطة بالإيد. إذا كان طالعينه من البراد وبارد يعني تقريبا بدرجة حرارة مثلا 10، الأفضل أنه نحطه بين إيدينا ليدفى شوية. دائما لازم نعمل سنية جلدية بين أصبعتين، ما بناخد نسيج، مو بنقرص نسيج عضلي، لا ناخد سنية جلدية فقط، وبدنا نحقن بقاعدتها سواء بطريقة قائمة أو بطريقة 45. اختلاطات المعالجة بالإنسولين أنه أحيانا المريض مكان ما بيحقن بصير بيتحسس وبيحك، أو بيصير عنده ضمور شحمي، وأخص إذا ضل يحقن بنفس المنطقة بفترة طويلة ممكن أنه الشحمة اللي تحت الجلد يزول ويضمر. أعراض عامة والمخيفة أنه نقص وزن، عفواً نقص السكر، أنه المريض بينقص سكر وبشكل بينقص سكر تحت 50. والأعراض أول شيء صداع وخفقان تعرق غزير وإيديه بيرجفوا بس وممكن أنه يحس حاله جوعان ومعصب. هو بيعرف الحال أنه نقص سكره، بس بالحالات الشديدة بتعرفوا أنه ممكن المريض يجي بسبات أبداً مثل الخشبة، ما قطعة خشب هامدة. ليش بيصير نقص السكر؟ إما جرعة الإنسولين زايدة، أو أنه المريض بمارس جهد هيك كبير أدى إلى الإنسولين أنه انتص بسرعة ونحرق السكر بسرعة فلذلك بينقص سكر المريض، أو أنه والله قالت له أمه يلا حنحط الأكل، خد الإنسولين، اتصل في رفيقه ألو يلا بسرعة نزيل بدنا نروح لعند رفيقه، أخذ الإنسولين ونسي يأكل على أساس أنه هلأ حيصلوا على البيت بعد 10 دقائق لعند رفيقه بيأكلوا، نسي بدل ما يروحوا لعند رفيقه وراحوا على المستشفى لأنه الزلمة لا من تمه ولا من كمه. هلأ مثل ما قلنا نقص السكر قد يكون درجة بسيطة، أنه المريض والله أنا حاسس حالي أنه كأنه نقص سكري، مثل ما بيصير فينا صيام رمضان الصيف قبل الفطور بشي ساعتين، كيف بيرجف بدننا ومنعصب وحاكي قليل أصل ولا تحاكي صايم بعد العصر من الحكي أنه ليش لأنه معصب ومنفرز، بس بيعرف على حاله مجرد أكل رح يرتاح. الدرجة المتوسطة أنه احتمال أنه لا نقص سكر وأنا ما يعني ما أدران المريض يوقف على إجري يروح يجيب سكر، بس هون فينا أنه نعطيه سكر فوري بيتحسن بس ما له أدران يمشي أو ما له أدران يدبر أموره. الدرجة الشديدة مثل ما قلنا بيجي المريض قطعة هامدة، هون لازم ناخده على الإسعاف ويعطوه السكري أو جلوغاكون، ممكن نعطي سكر بالعرق ممكن نعطي جلوغاكون. من غير أنه نقص السكر من الأعراض العامة اللي بتسبب العلاج، يعني العلاج الإنسولين بسببها، ممكن أنه المريض يتحسس كل ما أخذ الإنسولين بيصير عنده حساسية، ممكن أنه المريض يصير عنده مقاومة للإنسولين نعطيه 200 وحدة يومياً وما بينضبط سكره، هون لازم ندخله للمشفى صار عنده انسمام الجلوكوزي ونعطيه إنسولين ريجولار أو مضخة، يعني في له طريقة.
هلا ممكن في عنا الوزمة الإنسولينية إنه ما يدخل إنسولين توزم وصار عنده مد بصر، هي سببها حبس الصوديوم. كل مرضى عموما مرضى اللي عم ياخذوا إنسولين وعم ياكلوا أخذين راحتهم إنه الإنسولين عم يحرق لهم سكرهم، عم ياكلوا كتير وياخذوا إنسولين كتير، هدول ممكن يتعرضوا لزيادة الوزن. هلا العوامل المؤثرة على عمل الإنسولين، مقدار الجرعة المحقونة تحت الجلد. هلا وقت تكون الجرعة صغيرة بيكون امتصاصها أحسن، بس وقت تكون كمية كبيرة ممكن إنه لا إنه يأثر سواء على امتصاصها وممكن تتخرب موضعيا. مكان الحقن أحسن شيء بالزراعين، مع ضرورة تبديل مرة للبطن مرة لأعلى الإلية وهيك شغلات. هلا في عنا عوامل بتبطئ جريان الدم، فلذلك ممكن تكون سرعة الامتصاص سيئة مثل مرضى التدخين، بينما في عنا المرضى يلي ممكن إنه الإنسولين يمتص بسرعة ويؤدي لنا لنقص السكر، مثل مرضى المريضات اللي عندهم هبلات ساخنة لأنه بتشوب وجسمها بيتوهج وبتقوم بتتحرك منشان تهوي على حالة، هي قد إنه يتسرع الجريان ويتسرع الامتصاص وممكن تعرضها لنقص السكر. أو المرضى اللي عندهم رياض اللي عندهم مجهود رياضي، أو إذا كان إذا المريض مثلا أخذ إنسولين وفات على الساونا ممكن إنه يتسرع الامتصاص ويؤدي لنوبة نقص السكر. هلأ المريض السكري والجراحة، المريض عنده جراحة كل المرضى بيخافوا ما يطلعوا من العملية، فلذلك يعتبر هدول مرضى بحالة شدة وبتزيد عندهم هرمونات الشدة اللي كلياتها بتقاوم السكر وبيرتفع سكر المريض حول الجراحة. لازم نقبل المريض السكري قبل الجراحة بيومين مشان نضبط له سكره، لازم نوقف له قبل 48 ساعة الميتفورمين، وقبل 12 ساعة الجلوستات أو الجليبينيكلاميد اللي هن سلفونول يوريا. لازم السكر يكون بين 120 و200، ما بدنا إياه 400 وكمان ما بدنا إياه بثمانينات مشان ما يتعرض بخلال الجراحة لنقص السكر وما ننتبه له. طبعا تعرفوا انه مريض الجراحه بده تهيئه من قبل بيوم كحلاقه، ك اذا مريض خايف عم يتسرع ممكن نعطيه منومات حتى يدرسوها بالتخدير والجراحه. هلا اثناء الجراحه المريض السكري لازم كل ساعه نعطيه وحده او وحدتين انسولين مع 5 ل 10 جرامات جلوكوز ونعطيه بوتاسيوم. ليش؟ من شان انه المريض عم نعطيه سكر عم نعطيه انسولين وعم نعطيه بوتاسيوم ما يصير عنده اضطراب بهدلول ابدا. كيف بيسربوا كيف بنعطيهم؟ مثلا بنعطي محلول سكري 5%، بنسرب انسولين بنحط فيه 50 وحده انسولين وبنعطيه كمان 20 ملي مكافئ بوتاسيوم. جرعة الإنسولين اللي لازم نعطيها للمريض زيادة هي وقت منحلل له سكره، إذا السكر أكثر من 400 كل سكر فوق عالي منقسمه على 100 وبيطلع معنا 4، بيعطينا العدد الوحدات اللي لازم نعطيهم بجرعة الإنسولين. الإجراءات بعد الجراحة، لازم نضل نخلي المريض لساته بحالة شدة، لازم نعطيه إنسولين ما نعطيه ميتفورمين مشان ما يدخل بحماض كيتوني أو حماض لبني. نستمر بتسريب الإنسولين، يفضل إنه نعطيه الإنسولين السريع تحت الجلد حسب المراقبة السكر كل 6 ساعات. وقت المريض بيبلش بياكل ممكن إنه نرجعه على أدويته النظامية. والله يعطيكم العافية. شباب عافيك يا رب. دكتورة أسماء
الله يكون بعونكم على هالدروس اللي أونلاين. يلا بعين الله. في أي سؤال شباب؟ ما في سؤال يا شباب؟ يا عبد الله؟ طلعتي من هاي؟ وينه؟ زوم؟ طلعتي منه؟ سكر. لا لا شو عليكم؟ طبعا طيب ما يشين طبعا سكايت طبعا طنو صارت كده شو شنو كايد؟ ديا ديا. ليش سكرت أنت؟ ما سكرته مفتوح. خلص. Thank you.